عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حندرس الاستابيليتي للسيستم. الاستابيليتي للسيستم انا بقدر اتعامل معها او اوجدها باستخدام ثلاث طرق. الطريقة الاولى اللي انا بقدر استخدم الامبلس ريسبونس للسيستم، اللي هو انا بكامل الجي اوف تي اللي هو احنا بنسميه جي اوف تي، وحسب ناتج التكامل بعرف اذا انه السيستم ستيبل او لا. وثاني طريقة طبعا بعرف إذا كان إيش، بعرف إذا كان bounded input bounded output stable، بختبر لي bounded input bounded output. ثاني نوع أنا بقدر أختبر الاستابيليتي باستخدام transfer function. وباستخدام أنا بستخدم pools للسيستم، وطبعا بيعطيني هو indication عن مين، عن bounded input bounded output stability. كمان بيعطيني اذا كان bounded input bounded output stable او لا. ثالث نوع رح ندرس ان شاء الله اللي هو state space. state space model طبعا بستخدمه انا بعرف اذا كان السيستم asymptotically stable او لا. طبعا هذا اقوى انواع الستابيليتي. وإذا كان السيستم asymptotically stable رح يكون bounded input bounded output بالمضمون. طبعا هذا التو كاتيجوري هون ايش بيعطونا؟ الاكسترنال stability للسيستم، هنا بيعطينا ايش؟ بيعطينا الانترنال يعني من جوا السيستم stable ولا مش stable. طبعا انا راح احل امثله على الثلاث انواع من الاستابيليتي، لكن انا اليوم راح ابلش بالترانسفير فانكشن ان شاء الله. راح احل عليه امثله، وبفيديو ثاني راح احل على الامبلس ريسبونس، وفيديو ثالث راح احل على الستيت سبيس موديل. هو طبعا راح يكون اطول نوع، لانه حتى في تصنيفات يعني بعد ما انت تطلع ستيبل او لا بدك خطوات يعني. فنبلش كيف رح نعرف إذا كان السيستم bounded input أو لا، stable أو لا، باستخدام the transfer function. خلونا نأخذ أول example ومن خلاله بنعرف. لو كان أنا عندي المثال الآتي، طبعا لو أنا عندي هذا المثال، عندي y of s على u of s بيساوي 1 على s زائد 1. فبروح انا اول اشي بعرف البولز تبعات السيستم. البولز اللي هم ايش؟ احنا بنعرف اللي هم اصفار المقام، يعني بروح وين المقام عندي، هاي المقام اللي هو اس زائد واحد بساوي بالصفر. الاس ايش بيساوي؟ ناقص واحد. فدائما اذا كانوا البولز اقل من صفر يعني نيجاتيف فاليو، رح يكون ايش؟ رح يكون السيستم stable، رح يكون bounded input bounded output stable، اللي هم بيسموها بال left hand side، اللي هو لما يكون عندك السيستم هيك برسموا عليه البولز لازم يكونوا بالجهة الليفت. إذا كانوا بالجهة الليفت معناته السيستم stable. فلاحظ إن هون S إيش طلعت معنا negative value، إذا system is bounded input bounded output stable. لو أنا عندي هذا المثال، لو أنا عندي أحطوك لو حكالي إنه example إنه g of s بيساوي 1 على s زائد سيجما 1، بحكي لك أعطيني الكونديشن اللي بيخلي السيستم stable، بحكي له إنه سيجما 1 لازم تكون أكبر من صفر. لاحظ سيجما 1 أكبر من صفر، إذا كانت سيجما موجبة فأس زائد سيجما 1 بيساوي صفر، أس بتساوي ماينس سيجما 1. فعشان تتحقق إنه أس بتساوي سالب سيجما 1، سيجما 1 إيش لازم تكون؟ موجبة. فسيجما الموجبة بسلب أس إيش كانت؟ سالبة. ممكن يعطيني هذا المثال، ممكن يعطيني هذا السيستم اللي هو ملتي أو إنبوت ملتي أوتبوت. كيف رح نوجد إذا السيستم ستيبل أو لا بهاي الحالة؟ هسا هون إحنا هذا اللي قبل شوي لحاله، هذا هيك كان المثال الأول، المثال السابق قصدي. هسا هون لازم بالإنتري الأول إنه سيجما 1 لازم تكون موجبة، حكينا علشان إيش يكون السيستم ستيبل، لازم تكون and سيجما 3 موجبة،
ولازم سيجما 2 تكون كمان موجبة، ولازم كمان سيجما سيجما 2 سنتين سيجما 2، ولازم سيجما 4 كمان تكون موجبة. طبعا هذول اند، يعني اذا واحدة فيهم كانت ما بتحقق الاستابيليتي كانت يعني البولز كان موجب، لو بس بوحدة فيهم راح يكون السيستم نوت ستيبل، نوت باوندد انبوت باوندد اوت ستيبل. فلازم كل المدخلات كل البولز يكونوا سوالب مشان نحكي انه السيستم كامل is bounded input bounded output stable. شغلة ثانية، بس هون أنا ليش ما اطلعت على قيم أوميجا هون؟ لأنه إحنا بهمنا دائما الريال بارت. فبنرجع إحنا هون على التعريف، البولز لازم يكون صفر، مش بس كلمة البولز، الريال بارت من البولز لازم يكونوا نيجاتيف فاليو، الريال بارت ما الإيماجيناري ما بهمني، علشان أعرف إذا كان السيستم bounded input bounded output stable. لو انا عندي هذا المثال، عندي اكزامبل اللي هو y على u بيساوي s minus 1 على s minus 1 s زائد 2 s plus 2، سلاحظ انه هذا هذا الزيرو بيعمل cancellation مع هذا البولز، فبتظل عندنا 1 على s زائد 2، S زائد 2 بيساوي 0 بنساوي بالصفر، S بتساوي ناقص 2، إذا السيستم إيش؟ bounded input bounded output stable. طبعا هذا الإشي رح هذا المثال نفسه رح نأخذه إن شاء الله لما نبلش بالstate space اللي هي الطريقة الثانية، ورح يظهر عنا إنه السيستم ما رح يكون stable وين؟ بالstate space، ما رح يكون internal stable، لأنه هون لاحظ إنه هو عمل zero pole cancellation، لغى zero مع البول، والبول هنا كان هذا البول لو كان مثلا انا عندي سيستم هيك 1 على s ناقص 1 s زائد 2، لو كان عندي سيستم هيك هذا السيستم بيكون ايش؟ not bounded input not bounded output stable. ليش بيكون؟ لانه عندي هذا البول بال right half side، هذا البول positive، لكن لانه كان في فوق هون s ناقص 1 عمل له cancellation، فهنا الباوند انبوت باوند اوت ستيبل. لكن خليكم مركزين على هذا المثال، انه هناك راح يكون عليه شغل ثاني. هاي فكره الاستابيليتي باستخدام الترانسفير فانكشن، ويعطيكم الف عافيه. بس قبل ما نسكر، انه هذا بيعطيك انديكيشن على السيستم من برا، فانا ممكن اجي على السيستم من برا اشوف انه هو ستيبل لكن داخليا مش ستيبل. كلمة داخليا هاي بس بعرفها باستخدام ال استخدام الستات سبيس ريبريزنتيشن. السلام عليكم ورحمة الله.